السلام عليكم. في البداية عايز أبدأ أتكلم باختصار شديد يعني عن شوية مفاهيم مهمة في الكمبيوتر جرافيكس وشوية حاجات رياضة يعني لها علاقة بالموضوع. طيب، أنا هنا كنت عامل لعبة صغيرة كده باستخدام ويب جي ال، باستخدام حاجة جيم انجن اسمه بابلون جي اس، حاجة زي دبابة كده بتمشي وبتضرب قذايف وتخبط الكورة وحاجات زي كده يعني. طيب، ازاي الاوبجكتس دي بتتحرك عندي على الشاشه؟ في الاخر الكمبيوتر ما يعرفش طبعا يعني ايه حركه، ما يعرفش يعني ايه عالم، هو في الاخر كل حاجه بتحصل انا اللي بقول له يعملها، هو ما بيعملش حاجه لوحده، تمام؟ وكل حاجه بتحصل عن طريق شويه معادلات رياضيه، الحقيقه بتكون عن طريق مصفوفات، عن طريق ماتريسيز. فانا عايزين نتكلم دلوقتي ازاي انا بحرك حاجه زي كده، ازاي بنقل الاوبجكت بتاعي من حته لحته على السكرين، ازاي لما بحرك بلف كده مثلا كاني معايا كاميرا بتشوف السين بتاعي. عايزين نشوف برضو ازاي عن طريق الرياضه نقدر نعمل حاجه زي كده بشكل مبسط جدا، مش هنخش قوي في التفاصيل، ان احنا البلاي ليست دي ما هياش رياضه يعني بقدر ما هي حاجه عمليه شويه، بس برضه هشرح بس اساسيات الحاجات عشان الواحد يكون متخيل تطويرها بعد كده يبقى عامل ازاي. طيب، تعال نبص على الكوره اللي قدامي دي مثلا. هنلاحظ ان الكوره دي انا عاملها في حاجه اسمها واير فريم، اللي هي بس مش حاطط عليها يعني مظهرها من جوه يعني كانه واير فريم. هنلاقي ان الكوره عباره عن شويه مثلثات كتير قوي، يعني واضح ان هي شويه مثلثات جنب بعض، كل مثلث طبعا فيه ثلاث نقط، كل نقطه من دول عندنا في الجرافيكس بنسميها فيرتكس، ماشي؟ فيرتكس يعني نقطه في السبيس، ماشي؟ وبيكون لها شويه خصائص ثانيه، مثلا الفيرتكس لها بوزيشن في السبيس ولها لون ولها مثلا نورمال ولها حاجه اسمها تكستشر كوردينتس هنتكلم عنها بعد كده وحاجات ثانيه يعني. المهم في الاخر فيرتكس عباره عن نقطه. طيب دلوقتي الكره بتتحرك قدامي دلوقتي، ولما اخبطها مثلا اضربها بقذيفه او كده بتتحرك اكتر. طيب عشان الكره دي تتحرك اللي بيحصل فعليا عندي جوه الجي بي يو، جوه كارت الشاشه، ان كل نقطه من نقط الكره دي بتتحرك. يعني الحقيقه عشان احرك الكره كلها انا في الحقيقه مش بحرك الكره كلها، لا انا بحرك البوزيشن بتاع كل فيرتكس من الفيرتيسيز بتاعت الكره دي لوحدها. بس لما كلهم يتحركوا مع بعض بنفس الطريقه، مثلا عايز اعملها ترانسليت مثلا 10 متر يمين، فلما اخليهم كلهم اعمل لهم ترانسليت 10 متر يمين هيبقى كان الكوره نفسها اتحركت 10 متر يمين. فده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا لو عرفت ازاي عن طريق الرياضه احرك نقطه واحده او فيرتكس واحده 10 متر يمين، يبقى انا هعرف احرك الكوره كلها وهعرف احرك اي اوبجكت بالشكل اللي انا عايزه. طيب خلونا نقول معلومة تانية. الحقيقة إن إحنا كل فريم بنرسم الشكل ده تاني من الأول خالص خالص. بمعنى إن أنا كل فريم بمسح كل اللي أنا رسمه على الشاشة ده وأرسمه تاني من الأول. تمام؟ طيب. طبعًا عندي الفريم ريت بيكون حوالي 50 أو 60 فريم بير سكند، فأنا 60 مرة في الثانية بمسح كل حاجة وبرسمها من الأول تاني. 60 مرة في الثانية بنقل الكورة لمكانها اللي هي فيه ده، حتى لو واضح ان هي شكلها ثابته قدامنا، بس الحقيقه ان هي كل 60 مره في الثانيه بعمل العمليه الحسابيه اللي تنقل لي الكوره للمكان اللي هي فيه ده كل مره، كل فريم. طيب تعال نشوف الكلام ده بيحصل ازاي بشكل مبسط كده. اول حاجه عندنا في الجرافيكس عندنا عدد من الكوردينيت سبيسز. عندي اول حاجه اسمها ايه؟ اسمها الموديل سبيس. موديل سبيس. الموديل سبيس ده هو السبيس اللي بعتبر فيه الاوبجكت بتاعي مركز الكون، او بعتبره هو اهم حاجه في الكون، يعني بخلي السنتر بتاع الاوبجكت بتاعي بينطبق على 0 0 0 اللي هو نقطه الاصل الاوريجين. دايما لما اكون عايز اعمل لعبه مثلا فيها 100 اوبجكت، كل اوبجكت فيهم على حده بجهزه عندي الاول في الموديل سبيس عشان اظبطه، اظبط ابعاده، اظبط شكله عامل ازاي، اظبط الوانه، اظبط كل حاجه عندي في الموديل سبيس، اللي هو كان الاوبجكت ده هو الوحيد اللي عندي في العالم، بحطه عندي في الموديل سبيس، اظبطه، اظبط كل الخصائص بتاعته، وبعدين داخده انقله لمكانه في العالم الحقيقي او في الورلد الحقيقي. فبعد كده عندي حاجه اسمها الورلد سبيس. فانا في الاول باخد الاوبجكت عندي في الموديل سبيس، بظبطه، احط كل الخصائص، وبعد ما اظبط كل حاجه في الموديل سبيس اللي بيكون السنتر بتاع الاوبجكت هو نفسه الاوريجن، بنقله بعد كده للورلد سبيس عن طريق عمليه حسابيه، عن طريق ماتريكس اوبريشن هنتكلم عنها دلوقتي. طيب نفس الكلام بيحصل لو انا بقى بعمل لعبه، يعني كده انا رسم مربع مثلا، انا هعمل مربع هنشوف ازاي كمان كام فيديو كده ازاي نعمل مربع ونرسمه على
بالويب جي ال او بالجي بي يو. يعني في الحقيقه في اللعبه الحقيقيه بيكون عندك موديلز، يعني بيكون عندك مثلا عايز تعمل موديل انسان يكون شبه الانسان قوي، عايز تعمل موديل عربيه، موديل دبابه، موديل طياره وهكذا. فكان بيتعامل ببرامج 3 دي موديلنج زي بلندر او 3 دي ماكس، برضو بتظبط كل اوبجكت لوحده في الموديل سبيس. عايز تعمل انسان مثلا تروح في الموديل سبيس وتظبط كل حاجه وبعدين تداونلوده وبعدين تعمل له لودنج عندك في اللعبه في الموديل سبيس، وبعد كده برضه تتحرك وهكذا. طيب نفترض ان انا عندي مكعب او كانه بيت، يعني كان عايز اعمل بيت عباره عن مكعب، هو عندي في الموديل سبيس ظبطته، ظبطت ابعاده الوانه وكل حاجه، وبعدين عايز انقله للورلد سبيس. طيب في الورلد سبيس كاني عايز اعمل لعبه كده فيها طريق مثلا، والبيت ده عايز احطه كده على جنب، ماشي، يعني هو مش في الاوريجين، عايز احطه على جنب الشارع. طبعا نرسمه غلط، ممكن نرسم الناحيه الثانيه مثلا على الجانب الاخر من الطريق كده مثلا. عايز البيت ده اللي هو نفس المكعب بتاعي انقله كده، وفي نفس الوقت عايز الفه شويه، عايز يكون اعمل له شويه روتيشن كده، تمام. طيب ازاي نعمل الكلام ده؟ احنا قلنا عشان اروتيت البيت كله محتاج اروتيت كل فيرتكس من بتوعه او كل بوينت عنده، كل بوينت نقدر نعتبرها فيكتور، في الاخر بوينت عباره عن اكس واي وزد كانها فيكتور. فانا عشان اروتيت البيت كله محتاج اروتيت كل بوينت عليه، وعشان ترانسليت البيت كله محتاج ترانسليت كل بوينت عليه. وزي ما قلت لو انا عرفت ازاي ترانسليت او روتيت بوينت واحده بس، خلاص هيبقى بقيه البيت بالنسبه لي سهل ان انا اطبق نفس الاوبريشن على كل البوينتس بتاعت البيت. طيب تعال نشوف ازاي ممكن نعمل كده بمثال بسيط. تعال نشوف مثال صغير كده، وبعدين من خلال المثال ده هنحاول نوصل لاستنتاج. دلوقتي لو انا عندي فيكتور 1 0 كده، جيت ضربته في الماتريكس دي، ده كده فيكتور اللي هو الاي يون فيكتور اللي عامل كده، ضربته في الماتريكس دي مثلا، الماتريكس هتكون كام؟ 0 1 ناقص 1 0، ايه اللي هيطلع لي؟ هيطلع لي هنا 0 1. طيب لو عندي نفس الماتريكس دي كده، ضربتها في الفيكتور 0 واحد، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي سالب واحد وزيرو. طيب دلوقتي ايه اللي حصل؟ دلوقتي انا كان عندي الكوردينيت سبيس كده، كان عندي الفيكتور ده اللي هو الاي، وكان عندي الفيكتور ده اللي هو الجي اللي هو الفيكتور ده 0 واحد، ضربتهم في الماتريكس دي، راح اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الاي ده بقى هو 0 واحد، يعني ده بقى راح بقى هو ده، فكده ده هو بعد الضرب بقى الفيكتور ده. طب وده بقى ايه اللي هو اللي كان 0 1 نفسه؟ بقى هنا بقى سالب 1 و0. فكان الماتريكس دي لما ضربتها في الواحد و0 راح لفت 90 درجه، ولما ضربتها في ال0 1 راح برده لفت 90 درجه. طيب فانا كده عرفت ان الماتريكس دي اضربها في 1 و0 تلف 90 درجه، اضربها في 0 1 تلف برده 90 درجه. طيب لو جبت نفس الماتريكس رحت ضربتها مثلا في الفيكتور، بس ابيض تاني، ضربتها في الفيكتور 0 1 وسالب 1 و0، رحت ضربتها في الفيكتور 1 و1، ايه اللي هيحصل؟ تعال نجرب كده، هلاقي ان عندي هنا هيبقى سالب 1 وهنا 1. فبالتالي لو عندي الفيكتور الاساسي كان 1 و1 اللي هو حاجه عامله كده، ضربته راح بقى عامل كده، بقى بدل ما هو 1 و1 بقى سالب 1 و1، دي برضه 90 درجه. وده متوقع ليه؟ لان اي فيكتور، اي فيكتور زي ده مثلا، هو في الحقيقه عباره عن، يعني الفيكتور ده عباره عن 1 في 1 و0 زائد 1 في 0 1، هو عباره عن لينير كومباينيشن ما بين الاي والجي، في الاخر ده عباره عن 1 اي زائد 1 جي الفيكتور ده، تمام؟ فطالما الماتريكس دي بتلف في الاي 90 درجه، يعني هتلف الاي كومبوننت بتاع الفيكتور 90 درجه من غير ما نغير السكيل بتاعه. ونفس الوقت نفس الماتريكس هتلف الجي كومبوننت بتاعت نفس الفيكتور بتاعت 90 درجه من غير ما تغير السكيل بتاعه. وبعدين بجمع الناتج تاني، هيبقى انا كاني لفيت الاي كومبوننت 90 درجه والجي كومبوننت 90 درجه وجمعتهم تاني، فكله مع بعضه كاني لفيت نفس الفيكتور 90 درجه بنفس الماجنتيود ولكن مع روتيشن 90 درجه. الماتريكس دي زي ما شفنا كده اسمها روتيشن ماتريكس، بتروتيت اي فيكتور في 2 دي 90 درجة. طيب أنا إزاي استنتجتها أو إزاي كونتها؟ عشان نفهم إزاي كونتها نرجع تاني نفهم
الماتريكس مالتيبليكيشن ممكن نفسره ازاي. طيب لكن لو عندي اي ماتريكس كده A B C D بضربها في فيكتور X و Y، عبارة عن ايه؟ عبارة عن الناتج هيكون عبارة عن AX زائد BY، وهنا هيبقى CX زائد DY. طيب مش الكلام ده انا اقدر اكتبه ان هو عبارة عن X في AC زائد Y في BD؟ تمام، هو ده نفس ده بالظبط، بس ده بيديني تفسير مختلف لعملية الضرب. دلوقتي كأني بضرب الX في الAC اللي هو أول فيكتور، أول فيكتور من الماتريكس، زائد الواي في البي دي. فكأني بقول إن عملية الماتريكس مالتيبليكيشن عبارة عن إن أنا باخد لينير كومباينيشن، أو يعني من الاثنين فيكتورز دول، إكس ده كده رقم في الآخر صح؟ ده كده فيكتور يكون رقم، بضرب إكس ده في أول كولوم زائد واي في ثاني كولوم. لو الماتريكس كانت 3 في 3 يبقى نفس الكلام، أنا عندي A B C D E F G H A B C E F G H I مثلاً، بضربها في إكس واي زد، هلاقيها في الاخر عباره عن اكس في اول كولوم زائد واي في ثاني كولوم زائد زد في ثالث كولوم. فده تفسير مختلف للماتريكس مالتيبليكيشن، بس هو مفيد قوي بالنسبه لي. ليه؟ دلوقتي لو انا عايز اكون الماتريكس اللي بتعمل اي حاجه، لاحظ انا عملت ايه هنا؟ جبت انا عايز ايه؟ بشوف الاول عندي مثلا يونت فيكتور اي اللي هو ده، ماشي؟ اي يونت فيكتور، او قصدي اقصد نورمال بيزس فيكتورز، او البيزس فيكتورز اللي هم الاي والجي والكي العاديين خالص، بتلاقي دايما كومبوننت فيها واحد والباقيين كلهم صفار. حتى لو كنت في ال 4 دي في ال 5 دي في ال 6 دي، هو تلاقي واحد والباقي كله صفار، وبعدين صفر واحد والباقي كله صفار، وهكذا. طيب دلوقتي ايه؟ مش احنا شفنا من شويه ان انا لو جبت ماتريكس بتروتيت الاي يونت فيكتور 90 درجه وبتروتيت الجي فيكتور 90 درجه، هعرف اروتيت اي فيكتور في 2 دي سبيس 90 درجه؟ لقينا انه يبقى اذا انا لو قررت انا عايز الماتريكس بتاعتي تعمل ايه بالظبط في الاي وتعمل ايه بالظبط في الجي، هعرف احدد هي بتعمل ايه بالظبط في اي فيكتور تاني. طيب فدلوقتي انا عايز الاي يبقى ايه؟ انا عايز الاي يلف 90 درجه. طب الماتريكس دي لو فيها A B C D، انا عايز لما الاي يتضرب في الماتريكس دي يلف 90 درجه، يبقى بيساوي مين؟ يبقى بيساوي 0 1. ده اللي انا عايزه، ده الغرض بتاعي. طيب بس في نفس الوقت انا عارف ان الفيكتور ده هو عباره عن واحد في مكان واحد بس والباقي كله صفار، يبقى اذا المتحكم في نتيجه الضرب ده هو الفيكتور في الماتريكس المناظر للواحد. فانا عندي حصل الضرب عباره عن واحد في اي سي زائد 0 في بي دي هيساوي 0 و1، يبقى اذا انا ما قداميش غير ان انا اخلي الاي والسي ده 0 و1. ان حصل الضرب ده واحد في 0 و1 دي 0 و1، خلاص انا كده عرفت ان الماتريكس بالشكل ده مهما كانت قيمه البي والدي هتعرف تروتيت الاي كومبوننت 90 درجه، ده اللي انا عايزه. طيب نفس الطريقه انا كده حليت نص المشكله، عايز برضو اظبط الماتريكس بحيث ان هي تروتيت ال 0 1 تروتيت الجي كاب 90 درجه. الجي عباره عن ايه؟ 1 و 0 صح ولا 0 1 اسف. طب بعد ما يروتيت 90 درجه انا عايزه يبقى فين؟ انا عايزه يبقى هنا، عايزه يبقى سالب 1 و 0. يبقى اذا انا عايز هنا يبقى سالب 1 و0. طيب حاصل الضرب ده عباره عن ايه؟ عباره عن 0 في اول كولوم، مش مهتم في اول كولوم اصلا خالص، مش اصلا معايا، زائد 1 في ثاني كولوم يساوي سالب 1 و0، يبقى لازم اخلي ثاني كولوم عباره عن سالب 1 و0. فانا كده عملت الماتريكس اللي بتروتيت اي فيكتور في 2 دي 90 درجه عشان ظبطت الاي والجي. طيب ممكن نعمل مثال ثاني. لو انا عايز اروتيت اي فيكتور بمقدار زاوية سيتا انا اللي حددتها، سيتا نود مثلا، تمام؟ انا عندي اي فيكتور في 2 دي كده، عايز الفيكتور ده لما اضربه في الماتريكس يتحرك زاوية سيتا كده، تمام؟ طيب اعمل ايه؟ زي ما قلت بنشوف احنا محتاجين نعمل ايه في اليونت فيكتورز، ومن خلال اليونت فيكتورز دي بنكون الماتريكس. طيب انا عشان اروتيت فيكتور بزاويه سيتا انا محتاج اروتيت الاكس كومبوننت بتاعتها بزاويه سيتا واروتيت الواي كومبوننت بتاعتها بزاويه سيتا من غير ما اغير السكيل. طيب يبقى نفس الطريقه نشوف انا عايز اعمل ايه الماتريكس بتاعتي اهي. عايز اعمل ايه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاكس فيكتور او في الاي يعني، واعمل ايه في الجي. طيب انا عايز اروتيت الاي كومبوننت زاويه سيتا،
فالايكون هنا كان 0 1 كان كده، كان 1 و0 اسف، عايزه يبقى هنا كده وطوله برده 1 زي ما هو. طب الفيكتور ده ايه هي الكومبوننتس بتاعته؟ عباره عن 1 زي سيتا، فالكومبوننتس بتاعته 1 كوزاين سيتا و1 ساين سيتا. يبقى انا عايز الروتين بزاويه سيتا، يبقى محتاج احط اول كولوم هنا يكون كوزاين سيتا وساين سيتا عشان يبقى 1 في كوزاين ساين سيتا ده اللي هو الفيكتور الجديد، و0 في الباقي مش مهتم بيه. طيب نفس الكلام، انا عايز الاي الجي كومبوننت اللي هو الجي ده اليونت فيكتور جي، عايزه يلف برضه زاويه سيتا. طيب لما ده يلف زاويه سيتا هتبقى ايه الكومبوننتس بتاعته؟ الكومبوننت في اتجاه الاكس عباره عن ساين سيتا بس بالنيجاتيف، لان انا في اتجاه النيجاتيف اكس صح؟ فده كده هيروح كده هيبقى نيجاتيف ساين سيتا، والواي كومبوننت بتاعته بوزيتيف كوزاين سيتا، يعني سيتا هنا اهي هيبقى هنا كوزاين سيتا. الزاويه يبقى الماتريكس اللي انا عملتها دي كده خلاص، طبعا مش عايز اللي تحت دي، الماتريكس اللي انا عملتها دي خلاص اسمها الروتيشن ماتريكس في 2 دي، وبتروتيت اي فيكتور في 2 دي بمقدار زاويه سيتا انا اللي بحددها. لو السيتا ب 90 درجه هيبقى كوزاين، ساعتها هيبقى كوزاين 90 بكام؟ ب 0، ساين 90 ب 1، نيجاتيف ساين 90 نيجاتيف ب 1، كوزاين 90 ب 0، هتديني نفس الماتريكس اللي انا كتبتها فوق اللي هي دي. فدي كده عباره عن سبيشال كيس من الحاله دي. طيب انا كده عرفت اعمل روتيشن من خلال الماتريكس. الفيديو الجاي نكمل عشان الفيديو طول شويه.